فير معانا للفوق تاخو كادو بقلبي وراجل عمري مرخ بار ديفو فاختيج والفوق الجو بارد تشوف نجوم تشوف المارد في خالق ربي مخي شارد فاختيج فاختيج ديما بقلبي واقف وحاضر فاختيج فاختيج الحومة في الفضاء قالوا فاختيج فاختيج جيت نلعب حصلت يا وخياني يا وخياني صحة شريبتكم ومرحبا بكم في فيرتيج. ضيفنا اليوم الهادي زعيم، استدعيناه على أساس برنامج تلفزي جديد العبد الرزاق الشابي اسمه زعيم، ويتم تصويره في جبل زغوان على ارتفاع 1200 متر. وكالعادة الضيوف متاعنا فيوز في اي بي أمنت وصولهم في أحسن الظروف، وطبعا البرنامج الوهمي كان مجرد حيلة لاستدراج ضيوفنا. مرحبا هادي، أهلا وسهلا. رحلة عملتها أي أما أحلاها اثنين. لا حلوة حلوة ما تعبش. لا 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 محلاها اثنية ومحلاها بلادنا. هنا خرجتك من الاستوديو أول مرة نجي لهنا وأول مرة تخرج من الاستوديو أول مرة تقديمك الكل في استوديوهات مرحبا بيك في زغوان مع الزعيم البرنامج اسمه الزعيم تفاجأت فيه العنوان تفاجأت فيه برشا إيجو أي هو الزعيم مش نحن راهو مش أنا هو أنت أنا زعيم مش الزعيم نحن الزعيم الزعيم أي. أما الضيف هو الزعيم زعيم في ميدانه لاجي نحب برشا ناس يتفرجوا ما يعرفوش بداية هادي كيفاش بدأت والله بداية هي الصدفة اللي اختارت أنه باش نكون في المجال على خطر في نهاية الأمر أنا نحب كنت الإعلام نحب الصحافة صدفة بعثت جواب لدنيا الشاويش وقتها واستدعتني ضيف ومن بعدها سي معناتها كي دخلت الإذاعة قلت من هنا مع الشر لكن في الأثناء ومع تواصل الحوار الوهمي الفريق التقني ومجموعة أفونتور زغوان قاعدين يعدوا في العدة لاستقبال ضيفنا في أطول تيروليان في تونس بعد عديت موزايك وفي نفس الوقت بديت مع سامي فهري وقتها تجربة الإعداد البرامج التلفزية مع كاكتوس وقتها قل لي الامتياز بتاع كل واحد عليه عنده امتياز القبول سبحان الله عليه عنده قبول ساحر معناتها سامي فهري معناتها نقطة قوة انه سامي فهري كل شيء عنده بيطمي طميمي بيطمي طميمي معناتها وكنت كيف تهبط مثلا تعدوا راه سامي فهري عندك راس مال كبير برشا اللي هو سامي فهري مساء الحوار معاك في جزء الثاني بعد شوية ولكن قبل هذا عندنا لعبة التحدي باش نمشيو لها هادي مع بعضنا ألعاب هنا لعبة حلوة برشا باش نشوفوها مع بعض يلا يلا هادي هذه البلاصة نتاع لعبة التحدي معنا محمد يفسر لنا العملية الكل كيفاش أهلا بك محمد مرحبا احنا تو في السيتي تاع تيروليان سيتي بن جبرين هذه واحدة من أقوى سبورت تسلام في تونس تو تيروليان فيها 3100 متر طول في المشي و 50 متر غوتور معناتها ترجع لهنا جوست الشجرات اللي تحتنا آمنة ولا لا؟ آمنة كل شيء اللي سافر فيه مقبول كل اللي تخاف من حد شيء حنوشة سيودة نمورة كل جربتهم كل جربت كل جربت إلا هذه ما جربتهاش إلا هذه ما جربتهاش ما لبش أجربوها هذه يلا أيواه ضيفني قبل التحدي أيا شد روح 3 2 1 0 لكن الفريق التقني محضر له مفاجأة تيروليان تقف به في وسط الثنية وعلى ارتفاع 160 متر شبيك؟ شبيك تشتل الغادي يا ماهر؟ يا محمد يا ماهر شبيك وقفت؟ لحظة يا هادي وين؟ يا هادي يا ماهر شبيك وقفت فيه الغادي؟ شبيك وقفت؟ من عرش؟ يا هادي عطيك شكون ما تخافش ما تخافش ما تخافش فما واحدة هادي يا هادي وبش يجيك اهتو تسويت زعما يتواصل صمود ضيفنا قديش غارقة هي مان هذا اللي باش نكتشفوه بعد الفاصل